على كل مغاربة وهي ذكرى طبيعة الحال ذكرى 60 لعيد ميلاد صاحب الجلالة الله ينصره ويخليه فوق راسنا. سعيدة جدا ويتم اختياري أن نكون في هذه المنطقة المهمة والمنطقة الحساسة بالنسبة لي، لأنه إن شاء الله بإذن الله صوتي سيصدع إلى غاية الحدادة. ففرحانة بزاف اليوم، سعيدة، واليوم اختاريت يكون عندي الشو. اليوم حاضرة العرفة معايا، حاضر الرقادة، حاضر المختلف الألوان، الرقص المغربي معايا غتكون فوق هذه اللوحة، لأنه فرحة كبيرة لكل المغاربة بطول العمر والصحة، ويخليه لنا يا ربي نبقاو دائما بلد الأمن والأمان والسلم والسلام. وسعيدية اليوم هي عروسة تحتفي في سماء المغرب بعيد ميلاد صاحب الجلالة. شكرا لاتصالات المغرب لأنه خلتنا هذه الفرصة هذه احتفلوا هذه الاحتفالية. واليوم غادي تشوفوا لي فيو دارتيفيس يعني واحد الأجواء جميلة وكأننا في عيد ميلاد الاب ديالنا طبيعة الحال، وهو فعلا ابونا. فالله يخلينا ويطول عمره ان شاء الله، وهي ذكرى لكل المغاربه كنقول لهم هنيئا لنا بهذا البلد العظيم. الجديد ديالي اغنيه اسمها تريب بابا حسانيه، هي من كلمه والحان علي سالم مولد عليا، والتوزيع من يوسف الجحفاوي او يونس الجحفاوي. كذلك غادي تشوفوا اغاني ان شاء الله، اغنيه مع رفقه فنان ستاتي سميتها الواد الواد، اغنيه شعبيه امازيغيه ديال الخنيفره، وغتشوفوا الوان اخرى ان شاء الله قريبا باذن الله. عندي كليب ان شاء الله مع هشام خاتير، غادي تشوفوا الرقاده والراي جوج بجوج بهم ان شاء الله. من اليوم المحطه في السعيديه باقي 9 مهرجانات يعني على مدى هذا الشهر، الحمد لله 24 مهرجان، ماشي سهله باش تدوز يعني باش تدوز. فالله يعطيني الصحه والقوه ان شاء الله نكمل باقي المسيره. المغرب كنقول لها شكرا، شهادتي مجروحه على مدى 17 سنه وانا فنانه من فنانين الدار، انا بنت الدار باتصالات المغرب. هذه السنه مميزه، هذه السنه من خلال الحبكه، هذه السنه من خلال اللوجيستيك، الفن، التنسيق، التنظيم، الاهتمام بتفاصيل التفاصيل بما يخص الفنانين. كنقول هنيئا، هذه السنه فعلا مميزه بالنسبه لاتصالات المغرب، لانه انا وحده من الدار وكنشوف لاميليوراسيون، كنشوف التطور هذه السنه كبير وكبير بزاف على مستوى كل يعني على بكل المقاييس.